شوف البردي، البردي كله كله القاع كلها بردي. شوف اليوم الثلاثاء دولة الكويت تجاه ام الهمام، شوف الثلج، شوف الثلج حذر. شوف 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 الثلج، شوف الثلج تحت 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 ثلج بردي. لا اله الا الله، هذا باتجاه منطقة ام الهمام. شوف الثلج، شوف الثلج كل القاع بيضة. لا اله الا الله، اللهم طيب النافع يا رب. القاع كلها بيضة بيضة، والله مبطي ما شفت الشيء هذا والله العظيم. كله ثلج ثلج بردي. له تقريبا اكثر من 15 دقيقة هو يصل بردي. ما شاء الله ما شاء الله، شوف الثلج، شوف الثلج بردي ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الدنيا كلها بيضة، شوف 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 ما شاء الله ما شاء الله، بين بحيحين وبين طريق ام الهمام. ما شاء الله، شوف شوف السيارات يلا تمشي، شوف شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. بنغرس بنغرس في الثلج. يا ما شاء الله تبارك، شوف شوف السيارات والسيارة ما شاء الله. وأخيرا عندنا في الكويت ثلج، شوف البياض اللي هناك، شوف شركات مينا عبد الله عم تشأشة عم تشأشة ما شاء الله.